والآن إلى آخر أخبار الطقس. مع دينا فكري، إليك دينا، تفضل. شكرا نهى ويوسف، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. ونبدأ بالقاهرة: 36-23، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-22. نتحول الآن معكم إلى السويس: 36-23، العريش 32-23، طابة 35-25، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-26. وإلى الأقصر 41-25، أسوان 42-25، الوادي الجديد 41-22، شلاتين 37-27، وحلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.